السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع الإخوان، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم بغيت نوريكم واحد الظاهرة، يعني نمو ديال الفراخ. هما يعني جوج وليدات يعني زايدين في نهار واحد، ولاد أم واحدة أب واحد، نفس الأكل نفس التغذية، ولكن كيبان لينا واحد لا ديفيرونس في النمو. يعني لاحظتوا ان الطوير يعني كيتمتع بواحد الصحه جيده. شوفوا على مستوى الراس، وشوفوا مستوى الراس عند هذا كيداير، يعني كيبان لكم كاين واحد الضعف. كذلك ملي كتجي تشوف البطن ديالو، هذا يعني في الشده ديالو كيبان طائر قوي، يعني عنده واحد القوه كيدفع برجليه، فهمتي؟ صحيح هذا هزيل واحد الدرجه ما كتصورش. دونك هادو راه خليناهم لوالديهم هما اللي طعمهم، ولكن هنا لاحظت ان الطير كيتزاد، خوتو كيتزادو وواحد ما كيتزادش. دونك انا خديت من طائر من هذوك اللي كيتزادو وقارنته به الطوير اللي ما كيتزادش. ضروري كلشي غادي يبدا يتساءل علاش هذا كيتزاد واللي ما كيتزادش. هادشي علاش اليوم حاولت ندير لكم هاد الفيديو، باش نبين لكم لا ديفيرونس علاش هاد الطويرات ما كيتزادوش. الا لاحظنا هذا، شوف حتى الريشه، حتى الريش ديالو راه كيبان لكم الريش جاي مزيان. دونك هاد الحالات يعني راه حاله اوليه، يعني راه كنقول لكم في البدايه ديال المرض، يعني راه يلا ظهر فيه المرض. هذا كيبان بصحه جيده. دونك غنشوفوا هذا اللي ما لي مريض. شوف هزيل، حتى رجليه مسكين ما كيقدرش يهزو. دونك الى جينا وشنا الريش ديالو، دابا لاحظوا معايا البطن ديالو مزيان، وشوفوا كيفاش غادي يبدا يدير. شوفوا المصارن كيفاش كيتكلم. شوف بحال واحد الكره، يعني كتبان لكم كتهبط وكتطلع. هادي الاخوان هي الميغا باكتيريوز اللي هضرت عليها في واحد الفيديو سابق. نقول لكم راه الميغا راه خطيره، راه هذه هي اللي كتخلي الطويرات يموتوا، وبزاف منا ما كيعرفهاش. شوف الكرش ديالو، كتبان لكم واحد شي حاجه منفوخه في البطن. شو دابا راه كتبان مزيان على ما اظن. وهذيك راه كتهبط وكتطلع بحال هكا الدور. هايبان لكم واحد الدوران ديالها. شوف كيفاش كتطلع وكتهبط. هادي الاخوان هي الميغا باكتيريوز اللي هضرنا عليها هذيك النهار في الفيديو السابق. قلت لكم هادي راه ضروري العلاج ديالها في اسرع وقت، سينو اللي ما تعالجتش راه الطويرات داموا الامانه امانته، غيبقى يضعف يضعف حتى كيصبح ميت. وحتى الريش، يعني الريش كيبان لكم الريش، نمو ديال الريش راه مختلف. شوف شوف الطويرات، شوف هذا قداش ولا، والاخر قداش ولا. شوفوا على مستوى الحجم، يعني ها هما طويرات باقين صغار، ولكن كاين اختلاف في النمو. شوف هذا راه كيبان لك كبير، ولكن هذا كيبقى صغير حتى على مستوى الراس.
مستوى الراس شو هذا كيبان لك؟ شو غير يعني الحله ديال العين كيبان لك واحد عينه بحال شويه مغمضه والاخر عينه محلوله مزيان. دونك هذا الصغير اذا ما داواش غالبا يعني 4 ايام 5 ايام يقدر يتوفى. فلهذا دخلوا الفيديو ديال الميغا باكتيريوز اللي هضرنا عليه وشوفوا العلاج. راه حتى هاد الفريخات دونك راه غدير الماء في 4 القطرات، غتاخد شويه ديال الافانتيان وغتعطيه تخلط ليه، دونك على الاقل ياكل الصباح في العشيه في الليل بهداك الدواء ان شاء الله وراه غادي يتشافى. حتى هنا حتى على مستوى العش راه كاينين دابا جوج اللي مصابين بهذا المرض، كاين هاد الطوير وهذا. دونك لي قلبته وما لقيت شي هو الطوير الاخر، ها هو راه شوف الصحه ديالو يعني راه كتبان مزيان. شوف هاد الطائر مع هاد الطائر، شي مره هما الطويرات مساكن كيتناقضوا. دونك هادو ان شاء الله غادي نديرو لهم هذاك خينيكيزول ولا سميتو. دونك هذاك راه ان شاء الله تقبط له، دونك غادي يدا. لاحظت عاوتاني حتى هذا، حتى هذا تا هو الصحة ديالو راه ماشي هي هذيك، راه جوج توفاو. راه مؤخرا لاحظتوني ما بقيتش كندير لكم روتين اليومي غير لي ظروف عمل، ما كيبقاش عندي الوقت صراحة. كنت خارج شوية للدار دونك راه ملي رجعت راه لقيت شوية يعني الطويرات راه ما كيما كنقولو كالو العصا. ولكن ان شاء الله غادي نبداو دابا نديرو معاهم الاطعام اليدوي، راه غادي يوقفوا باذن الله. هادو راه تبارك الله، راه اللهم بارك، راه الطويرات هما غادي مزيان. راه شو دابا هاد الطويرات تبارك الله هما وقفوا وبقى الام ديالهم ما بيضاتش. باغ كونتخ هذا راه الام ديالو راه البيضة 4 البيضات، وشو الفريخ قداش باقي يعني راه باش تعرفوا. راه كاينة سبحان الله راه كل أنثى وكيفاش كتعامل، كاينة اللي دغيا كتبيض كاينة اللي شوية كتعطل، ولكن أنا كنفضل الأنثى اللي كتعطل شوية في البيض. بحال كتريكيبيري البيض ديالها كيجي غليظ وكيجي مزيان، ولكن اللي كتبيض دغيا بحال هادي أنا نوريكم البيض ديالها قداش. ها نتوما إلا لاحظتوا معايا البيض، شوف هادي قداش، شوف هادي قداش، يعني شي كبير شي صغير. دونك الأنثى اللي كتعطل كيجي البيض ديالها كبير، وبحال هي كتريكيبيري مزيان وكت يعني حتى الوليدات العش الثاني غيكون مزيان. دابا بحال هاد الأنثى غالبا هنا غيجي ولادها ضعاف وغيجيو رقاق، يعني خاصنا نيت نقعدهم بالافانتيا مزيان عارف اش غيتقعد. هادي راه تبارك الله راه اللهم بارك، يعني راه لكن الا قلنا كوب بلاص الله حرس الله بمعنى الكلمه. دابا راه شحال راه مفرخه 3، العش الاول راه فرخات شي 5، وراه عاشو كاملين الحمد لله. هادي راه خرجت لنا للاسف طير واحد، رغم انها العش الاول راه حطات فيه 6 وكلهم عاشوا، 6 الوليدات كلهم عاشوا، وهاد العشرة فيه غير واحد. هادي تا هي راه وليداتها جايين مزيانين، المهم خرجات جوج جو بونس انها كانت مخرجة 3 وقال واحد مات، حيت ما كنتش في الدار صراحة ما عارفش شنو واقع. وكاينة هادي راه تبارك الله راه تا هي راه جايين وليداتها مزيانين. هادو هما عزلناهم على الوالدين ديالهم، هما 3 راه الحمد لله راه بداو دابا كياكلو ولو باقيين شويه ضعاف. كاينين هادو تما عزلناهم على والديهم، شو كاع كانوا ناس فيهم ولكن دابا الصغب بدا كيطلع. وكاين هادو قبل منهم تما راه صافي مزيانين الحمد لله. دونك انا راه الوليدات هنا كنجيبهم في الكوزينه كيتعزلوا باش يبقاو بعادين ليا على الطيور. ايوا هادو هما الاعشاش التانيين. ايوا دابا بقى لينا غير الانتاج ديال العش الثالث ان شاء الله
نتمنى يكون فيه خير.